بعد التزامهم الصمت لأكثر من يوم على الموقف اللي حصل مع رضوان ونعمان بالعياشي في حفل افتتاح الجونة، واللي طبعا بسببه حصل حملة في المغرب دعما ليهم وهجمة المهرجان وكمان انتقدته. النهاردة إدارة مهرجان الجونة قدمت اعتذار رسمي للشعب المغربي الشقيق عن عدم تقديم النجم العالمي رضوان والملحن نعمان بالعياشي، ووضعت في البيان أنه اللي حصل كان خطأ غير مقصود في الإعداد للحفل. وطبعا أعربت إدارة المهرجان عن أسفها للموقف نفسه مع التمني بعدم تكراره. وفي نفس بيان الاعتذار أكدت إدارة المهرجان على احترامها الكامل لمشاركة الفنانين باعتبارهم قامات فنية عالمية ذات شعبية هائلة في المغرب والعالم العربي، وعلى تقديرها لإنتاجهم الفني توجهت بالشكر لرضوان ونعمان بالعياشي على أدائهم المتميز في حفل الافتتاح. وبيان الاعتذار طبعا من إدارة مهرجان الجونة صدر بعد ساعات من البيان طبعا التوضيحي اللي نشرته النهاردة ناردين فرج مقدمة حفل افتتاح الجونة، واللي تعرضت لانتقادات كتيرة، وده كان بسبب عدم ذكرها لاسم رضوان ونعمان بالعياشي لما قدموا فقرتهم الغنائية لأغنية جو البنات مع محمد رمضان. وفي البيان كتبت ناردين التالي انه ما تمش ابلاغها انه في فنانين مشاركين لمحمد رمضان في الأغنية، وان المنظمين ما طلبوش منها تحضر بروفات الأغنية لأنه مهمتها من الأساس ما كانتش تقديم الأغنية على المسرح، وده طبعا بيفسر عدم معرفتها لاسم الأغنية أو حتى النجوم المشاركين فيها. واللي كمان كان مقرر ومتفق عليه هو دعوة القائمين على المهرجان مع الفنانة يسرى مجددا على المسرح، وده لتقديم محمد رمضان، ولكنهم ما كانوش على علم بده، فهي طبعا اتدخلت علشان تنهي الارتباك من غير ما حد يقول لها أي تفاصيل. وكمان أضافت ناردين في البيان إنها تواصلت بشكل شخصي مع رضوان وأكد لها اقتناعه بعدم مسؤوليتها عن الموقف اللي صار وتقديره وتواصلها معاه لتجنب أي سوء تفاهم، وختمت بيانها أنها بتحترم كل النجوم وما في يمكن تصور مسؤوليتها عن تجاهل أي فنان، وعبرت عن احترامها للنجمين المغربيين والشعب المغربي وكل الشعوب العربية.